وانطلقت الان الجياد في شوطها الرابع على جائزه عبد الله ابو دريب السبيعي يرحمه الله، احد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط اللي افراس الانتاج السعودي عمره 4 سنوات واكثر التي كسبت في سباق حتى 3 سباقات، ويقام على مسافه 2000 متر قيمه الجائزه 44,000 ريال. وهذا الشوط الترشيح حتى اتجه ناحيه نجمه العرض وضواعن ومزاحمه والسروات، ومن الداخل محاولات من متضم ايضا هناك محاولات من شامات الآن في المركز الأول شامات إذن، ومتابعة أيضا من الضامية في المركز الثاني، وأيضا هناك نجمة العرض ومتابعة من سنجارة وأيضا من كرمه، ومن الداخل من ماتضام، والصدارة الآن تقريبا للمركز الأول، هناك تقدم لنجمة العرض من الخارج ومتابعة في المركز الثاني مما تضم من الداخل، وفي المنتصف شامات أيضا وسنجارة محاولات منها أيضا كرمة وأيضا ضواعن من الخارج، والصدارة لنجمة العرض الآن صدارة لما تضم ضواعن الآن إلى صدارة هذا الشوط في المركز الأول، تتقدم الآن ضواعن، وفي المركز الثاني ما تضم الثالث لنجمة العرض، واقتراب لمزاحمة الآن من الخارج وأيضا الضامية والسروات والمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، والصدارة لمن 3 رؤوس تتقدم، وقريبا ستصبح 4 رؤوس مع تقدم السروات من الداخل، والصدارة لضواعن الآن من الخارج مع تقدم أيضا شامات الآن للصدارة في المركز الأول، نجمة العرض عفوا في المركز الأول تتقدم بالفعل نجمة العارض المرشحة الأولى لكسب هذا الشوط وتحقق المركز الأول في الشوط الرابع. ألف مبروك إذا نجمة العارض لسليمان بن محمد بن فهد بن زهير.